إنك لجريء أيها العاصي الذي جمعت مع معصيتك الجرأة الشديدة. الإنسان إذا عصى الله وانكسر بسبب هذه المعصية رفعه الله، ربنا بيرفعه. أما إذا عصى الله ولم يبالي بهذه المعصية فإن الله تعالى يعاقبه ويظلم قلبه. ولذلك قال بعض المتقدمين: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. تفزور، أعصي ربنا أدخل الجنة، وطاع ربنا أدخل النار. تفزورة دي حلها لنا بقى، ممكن نعملها أحجية كده فزورة نعملها يعني، ونشوف مين اللي يحلها، واللي يحلها نديله حاجة حلوة. لا، هي المسألة بمنتهى البساطة. قال: رب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبار. طاع، ولكنه صار بها مفتخرا، يشعر أنه بهذه الطاعة صار أفضل من غيره. ودي المشكلة الكبيرة جدا، إن الإنسان يستشعر أنه أفضل من غيره بسبب الطاعة. هذا بلاء عظيم يصيب الإنسان في مقتل. بل إن الإنسان عندما تعظم طاعته كلما يكثر خوفه، وعندما يكثر خوفه كلما يعظم ازدراؤه لنفسه. فازدراء النفس دلالة على التواضع، دي مسألة مطلوبة. يبقى هو بيطيع ربنا، ولكن ربما يصيبه العجب والكبر. ممكن مثلا تجد ان طالب يقول لزمايله: انا النهارده هبطان ومش هقدر اجي الكليه. ليه؟ ده انت نشيط وقوي وبتلعب رياضه، ده انت بتطلع الدور الثالث على السلالم وبتنزل على السلالم، ما شاء الله. يقول لهم: احسن النهارده ما نمتش خالص. طب ما نمتش ليه؟ خدت راحتك ليه؟ يعني النهارده كده قلت اصليه لربنا قيام النهارده. يصلي القيام. طيب لماذا سمعت بنفسك؟ لماذا سمعت بنفسك؟ كان بعض السلف يقيم الليل باكيا ذاكرا مخبتا، فإذا أتى إليه أحد أطفأ السراج، يمطفئ السراج حتى لا يراه أحد. ما هو لوحده، الإنسان لوحده بقى بياخد راحته بقى في القراءة والبكاء واللي واللي واللي. حد دخل عليه لا يريد أن يشاهده في هذه الحال، يمطفئ السراج حتى لا يراه أحد. يخفون طاعتهم وعبادتهم. أما الذين يسمعون بعبادتهم ويفتشونها ويظهرونها ابتغاء التسميع أو ابتغاء ملاحظة الخلق، ده مشكلة. يبقى رب طاعة أورثت ماذا؟ عزا واستكبار. يا ترى الطاعة دي تودي صاحبها فين؟ تودي صاحبها فين؟ الله المستعان. ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسار. أيوة، يعمل المعصية ينكسر بالمعصية. يا إلهي، ربي الذي أوجدني وأعدني وأمدني، ربي صاحب الآلاء والإحسان والجود، الذي تفضل علي بكذا وكذا 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 وكذا، أبارزه بالمعصية، ما أحمقني، ما أقل حيلتي، ما أجعلني ما. ويبدأ إن هو يجتهد في الطاعات والحسنات الكثيرات حتى تنمحي هذه المعصية.